السلام عليكم. اليوم في مطبخ أمي إن شاء الله راح ندير لكم طاجين يهني بالدجاج، يعني هذا هو اسمه يهني بالدجاج. واش راح نديرو؟ أول شيء راح ندير شوية تاع الزيت، يعني راح نديرو مرقة بيضة، وندير شوية تاع المارغرين ولا السمن ولا الزبدة، وحدة دير واش تحب. أنا نحب ندير المارغرين، دائما نخيرو لي تكون بنينة. وندير الطراف تاع الدجاج كيما حبيتو، واحد ديال افراد العائله ولا كيما حبت، نخليهم يتقلو مليح. اذا هنا بعد ما نمط الطراف تاع الدجاج تاوعي، نزيد لهم بصله كتبجه هنا باش تجيكم المريقه البيضه تاعكم شابه وخفيفه، يعني هادو هما الاسرار تاعها، انك ديري الزبده والزبيب وتصب كرفتيه وتقلي مليح هذاك الدجاج. واش ندلو؟ ندلو شويه تاع الملح، ما تكثروش الملح لانه هذا واش فيها لاصوص تاعنا. نديرو كميه قليله تاع الملح ونديرو هذا واش نديرو في الطبق تاعنا. اذا نخلي الكل يتقلى. اذا هنا بعد ما تقلى مليح هذاك الدجاج تاعي مع البصل نمرق، ونخلي الدجاج تاعي حتى يطيب مليح، يعني من داك نقلبوه حتى يطيب لنا، ونعاود نرجع لكم فيما بعد ان شاء الله. اذا هنا بعد ما طاب الدجاج تاعي نحيته من لاصوص من المريقه تاعنا ديك البيضه. واش ندير؟ انا نحب نحيلو الجلده، من الاحسن نحيلو الجلده، يعني كي يطيب نحيلو ديك الجلده تاعو. بعد واش ندير؟ نحكم طبسي ندير فيها حبيبه تاع البيض، لانه اطراف تاع الدجاج تاوعي قلال، زوج فقط، ندير حبيبه فقط. الى عندكم نتوما اكثر ديروا زوج بيضات. وندير مواف كبيره تاع الفرينه، يعني قد ما ديروا البيض ديري الفرينه. نخلطهم من باتا بيلي، نخلطهم مليح. نزيدلهم شويه تاع الملح وشويه تاع فلفل الكحل باش هاد التغليفه هادي ما تجيناش صامطه. نخلطهم مليح، راني دايره الزيت يسخن بهذه الطريقه. بعد واش ندير؟ ندخل الطرف تاع الدجاج في هاد لاباط هادي، ونقلي الدجاج تاعنا. راني حندير الزيت سخن ونقلوه مع بعض ان شاء الله. اذا نغلفو مليح. اذا هنا نبدا نقلي الدجاج تاعي، نحط الطرف الاول اذا هنا نقلب الدجاج تاعي. رانا نشوفو نحمرو كاع مليح من جهتين من بعد نحيه. اذا هنا هاي المريقه تاعي هنا راهي تغلي، نعاود نرجع هذاك الدجاج اللي كنت قليتو في هذيك المرقه، يعني يغلي يغلي ولا زوج. نسيي كيفاش نرمي عليه المرقه من الفوق، يعني كيكون الدجاج بزاف راح يجي احسن. انا درت قطع فقط، نرمي عليه من الفوق يغلي يغلي زوج، ونزيد تخطر لنا شويه هذه المريقه ونطفي عليها، ونوريكم كيفاش نقدمه في طبق التقديم. اذا الان راح نقدم الطبق تاعي. بسم الله، نحط الطرف تاع الدجاج، وكي تخلو هذا الدجاج هذا يغلي في هذيك المريقه راح يطلق هذيك، يعني المرقه راح تولينا خاثره. اذا نحط الطرف تاع الدجاج كما رانا نشوفو بهذه الطريقه. من بعد واش ندير؟ نحكم نسقيهم هذيك المريقه. بسم الله، هنا هذا الطبق هذا يندر بلا حميصه، لكن تحب دير الحميصه تحب تزكي الطبق تاعها تقدر. اذا ها هو الدجاج تاعنا، المريقه شوفوا كيفاش جاتنا خافره، تجي روعه تجي ما شاء الله. من بعد واش ندير؟ نحكم ندير عليهم عصير تاع القارص، ندير لهم المعدنوس. هذا هو يهني بالدجاج، هذه هي الطريقه تاعو، الاطباق التقليديه الجزائريه تاعنا.
ونشبحو بالانصاص تاع الليمون ونقدموه. نتمنى الطبق تاع اليوم يكون يعجبكم وتجربوه ان شاء الله مع وصفة جديدة، والى اللقاء.